ايه بس يا عمر انت لازم تروح على المدرسة. بس انا بدي ابقى عند امي، ما بدي اروح على المدرسة. لا ما بصير هيك. هلا انت رح تروح على المدرسة ورح تسمع الكلمة ايه، ولما بترجع على البيت امك رح تفتح لك الباب، فهمت علي؟ ايه فهمت، بس امي. عمر ما في بس. يلا يا اخي يلا. يلا. خذ هي كمان. يلا دروس منيح، ايه؟ امي؟ شو بدك اعمل لك؟ شو مشتهية؟ ما بدي شيء ابدا، يلا غيري ثيابك روحي على الجامعة. لا امي. بلا امي، يلا يلا على الجامعة مثل ما عم اقول لك، يلا. يلا. قررت هلا شو بدك تعمل؟ بقدر اطلب منك طلب هاندا؟ في مجال انك تسكري عن الموضوع لحتى افتحه انا؟ انت عن جد عم تصيبني بخيبه امل. انا بعتذر منك هاندا، لانه الزلمه بمثابه اخي وكمان عندي ثقه بحبيبتي. يعني رح ننسى اللي شفناه نحن؟ ما له معنى بنوب اللقاء بالسر، مو هيك؟ هاندا امير، ما زالك بتوثق فيهم لهالدرجه، ليش ما بتسالهم؟ ليش ما بتقلهم شو اللي شفته؟ بتخاف انك تضطر تواجه الحقيقه، مو هيك؟ الصمت، وهذا كمان جواب حلو. اها، شو اخبارك فريحه؟ عم يتعبوك كثير بالفندق؟ لا بس انا مو نايمه منيح بالليل. واضح من وشك اساسا، مو هيك امير؟ اتصلت المسا فيكي ما جاوبتي وما رديتي على الاتصال. شفته متأخرة. المهم خليني انا اقوم، بالايام الاخيرة صارت معدتي عم تتحسس كتير. شبك أمير؟ لا لا ما في شيء. طيب أنا رايحة على المحاضرة، خاطرك. الله معك.